المؤتمر الشبابي الأول القدس في عيون الشباب يبحث في آليات عمل الشباب الفلسطيني من أجل تحرير المدينة المقدسة، ليس من خلال التعبير عن حبهم وارتباطهم بهذه المدينة فحسب، ولكن عبر أدوار يؤدونها على الأرض كذلك. هؤلاء الشباب المأمول منهم إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعملوا جاهدين على نصرة القدس والأقصى والمقدسات والدفاع عنها بشتى الوسائل، سواء على مستوى المؤتمرات أو المسيرات أو العمل على تحريرها إن شاء الله تبارك وتعالى في الانخراط في العمل الجهادي نصرة للقدس والأقصى والمقدسات إن شاء الله تعالى. القدس التي تتعرض لهجمة تهويدية غير مسبوقة خصوصا على صعيد الحفريات أسفل المسجد الأقصى تحتاج إلى ما هو أكثر من المواقف الرسمية للسلطة الفلسطينية أو للدول العربية والإسلامية بحسب المشاركين الذين دعوا إلى تحرك الشباب في الميادين العربية. الشباب هم عماد الأمة وأمل المستقبل، يجب أن يكون لهم دور وتفعيل دور الشباب الفلسطيني والعربي والإسلامي بل الشباب الحر العالمي من أجل نصرة القدس ونصرة المسجد الأقصى، من أجل إثارة قضية القدس على المستوى الشبابي بشكل كبير جدا، ومن أجل تفعيل دور الشباب في دعم هذه دعم القدس وكي وعي الشباب بأهمية القدس وأنها يجب أن تكون حرة أبية عزيزة كريمة ليست تحت نير الاحتلال. التعريف بمدينة القدس الماضي الحاضر والمستقبل عبر الندوات والمحاضرات والمؤتمرات توصية أساسية للمؤتمر الذي أكد على أهمية الاستثمار الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي في حشد الطاقات الشبابية للدفاع عن المدينة المقدسة. دور الشباب ربما في الآونة الأخيرة كان لهم دور فعال جدا تجاه قضية القدس بخلاف سنوات مضت، ولكن نرى أن هناك رؤية أصبحت بشكل أوسع لدى الشباب في إطار الدفاع عن القدس، وخاصة في محاولات زيادة الوعي والتثقيف لدى شبابنا في هذه تجاه هذه القضية التي أصبحت لها مكانة خاصة لديهم في ظل ما تتعرض له من تهويد القدس وهدم الأسوار وأماكن خاصة في القدس وتهجير لأهلها. على أهمية تنظيم الفعاليات المساندة لقضية القدس، فإن الأهم يكمن في تحويل التوصيات والمقترحات إلى خطوات عملية على أرض الواقع حتى تؤتي هذه الفعاليات ثمارها. لتلفزيون القدس محمد الأسطل، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com، ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.